وللمزيد حول أهمية هذه الذكرى في ذاكرة المصريين يشرفنا أن ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية. أستاذ محمد، ده بعد التحية وكل عام وحضرتك بألف خير، يعني كيف ترصد لنا وترى دور مزبيرو في التثقيف والإعلام واستمرار هذا الدور حتى الآن؟ أهلا بحضرتك وكل عام وحضراتكم بألف خير، الزملاء بالتلفزيون المصري العربي وكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام. وكانت كلمات معالي رئيس الهيئة واضحة ودقيقة ومحددة وصادقة، فقد وصف الحال، وصف أهمية التلفزيون المصري منذ أن بدأ باسم أو تحت اسم التلفزيون العربي في 21 من يوليو من عام 1960 وصولا إلى ما نحن فيه الآن. الحقيقة أنه الأهمية ليست كما ذكرت سيادتك فقط للمصريين، ولكن الأهمية للأمة العربية كلها وللشرق الأوسط وللعالم. كانت أهمية احتفالات افتتاح التلفزيون المصري في يوليو 60 في العيد الثامن لثورة يوليو المجيدة ليكون شعلة تضيء المجتمعات العربية وتغرس في الأمة العربية القيم والعادات والتقاليد وحب الأوطان وشعارات القومية العربية التي كانت سائدة آنذاك والطريق إلى تطبيقها. الحقيقة أن التلفزيون المصري بدأ بداية إيجابية للغاية، استمرت نجاحاته المتتالية حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، عدد القنوات التي تغطي الجمهورية، القنوات الفضائية المصرية التي تصل إلى العالم، يمكن في بعض الأحيان يعني تواجهنا بعض العثرات، ولكن يعني بنستطيع من جديد أن نقف على أقدام ثابتة. التهنئة، كل التهنئة لكل الزملاء العاملين في التلفزيون المصري وفي الهيئة الوطنية للإعلام. التلفزيون ما يزال وسيظل يقدم رسالته الإيجابية، سيقوم بنقل كل الأحداث الوطنية المهمة التي تعيشها مصر والانتصارات والأمجاد التي إن شاء الله ستظل مصر محوطة بها بعناية الله. طيب ودعم أستاذ محمد، يعني هي النقطة التالية التي كنت أريد أن أسألك عنها، وهي دور المزبيرو والتلفزيون المصري فيما يتعلق بالتحرك على المستوى العربي. كيف ترى الدور الذي يقوم به مزبيرو الآن في ظل اتساع رقعة الإعلام على المستوى العربي؟ المحتوى هو الأهم، يعني المحتوى هو ما يقدم من خلال الشاشات وعبر الشاشات. زي ما احنا بنقول دايما ان الاذاعه المصريه اللي بدات في عام 34 في 31 من مايو من عام 34 وظل الكثيرون ان دور الاذاعه سيختفي او سيتلاشى مع الصحافه وانتشار الصحف او مع ظهور التلفزيونات في العالم، منذ بدا الانجليز في تقديم تلفزيوناته في عام 36 وحتى اليوم. لكن الحقيقه انه لا، دور الاذاعه استمر ودور التلفزيون المصري بالتحديد التلفزيون المصري العربي سيستمر ويستمر ويستمر. زي ما بقول لحضرتك انه في بعض الاحيان بنتوقف قليلا لنستريح ثم نعود من جديد لنعتلي القمه او لنقود. بيتميز التلفزيون المصري الحقيقه بعدد من المميزات غير الموجوده في عديد من تلفزيونات العالم، منها طبعا المصداقيه الشديده، انه حضرتك لما بتتابع الخبر حتى وان تاخر قليلا ولكن يكون خبر صادقا تماما، خبرا يعني مملوءا بالمعلومات، يعني زي ما بقول لحضرتك المحتوى. ونحن يعني نبرع جيدا في صناعه المحتوى، ونبرع جيدا في صناعه الخبر، ونبرع جيدا في حمايه المحتوى وتقديمه بالشكل اللائق. وحضرتك لو تلاحظ هتلاقي انه معظم القنوات العامله في مصر، سواء القنوات الخاصة شركائنا في القنوات الخاصة أو في الدول العربية، هتلاقي أنه صناع هذه القنوات ومدراءها من العاملين في التلفزيون المصري ومن أبناء التلفزيون المصري العملاق. شكرا جزيلا الشكر وكل عام وحضرتك بألف خير، الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.